سيدا، يعني احنا في نهايه السنه الدراسيه، اشني الصعوبات اللي لقاو الاطفال اللي ذوي الصعوبات في التعلم؟ واش كاين شي تغيير على مستوى النظره لهاد الاطفال هذه؟ قبل ما نتكلموا على نهايه السنه، نبغي نتكلم على بدايه السنه، وان هاد الاطفال اللي هما كنعرفوا بان الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم هي اعاقه خفيه، دونك هاد الاعاقه خفيه ما تتبانش، وبالتالي فهو صعب اننا نقنعوا الاخرين، اساتذه، مجتمع، الى غير ذلك، بان هاد الوليدات هادو راه عندهم صعوبات تعلم. دونك حنا كجمعيه اولا التدخل ديالنا كيجي من بدايه السنه من اجل اعداد ملفات تكييف، سواء على مستوى المراقبه المستمره او على مستوى الامتحانات الاجهاديه عبر جميع المستويات، خاصه الامتحانات الاجهاديه، القسم السادس، ثالث اعدادي، اولى باك والثانيه باك. دونك حنا كنوجدوا اولا صعوبه داخل المؤسسات التعليميه، سواء على مستوى المدراء او على مستوى الاساتذه او يعني الطاقم التربوي جميعا، انه صعيب يتقبل بان هذا الوليد عنده اضطراب في التعلم، ولو ان يعني الوزاره قامت بمجموعه من التكوينات على مستوى التربيه الدامجه، اللي ولا هاد الوليدات عندهم حق يعني بموجب القانون على انهم يتمتعوا بتكييف الامتحانات والمراقبه المستمره، ورغم ذلك لا زلنا نجد صعوبه في هذا المضمار. طبعا لا اخفيك بان هناك مؤسسات يعني ما اسميه المدير الدامج، هناك مدراء دامجين فعلا، ولكن لا زلنا نجد صعوبه في يعني اعداد ملفات للتلاميذ. على مستوى نهايه السنه يعني الحمد لله، الحمد لله اننا توصلنا ان الاطفال اللي عندهم اضطرابات في التعلم كيستافدوا من تكييف امتحانات ومراقبه مستمره، وهذا بطبيعه الحال انعكس على النتائج الايجابيه اللي حقوها. فنقول لك بان جميع التلاميذ اللي تمت يعني المواكبه ديالهم من طرف جمعيه امل، لا على مستوى يعني الابتدائي الاعدادي الثانوي ويعني الاولى بكالوريا والثانيه بكالوريا، الحمد لله الاولى بكالوريا والثانيه بكالوريا اللي هي ظهروا النتائج ديالها دابا كلهم الحمد لله، ان هاد الوليدات تمكنوا من اجتياز هذه الامتحانات بنجاح. مازال كنتظروا ثالث اعدادي وكنتظروا القسم السادس، ولكن النتائج تبشر بالخير ما دام ان الوزاره يعني كتعمل جاده من اجل اقحام او مش اقحام ولكن اعطاء الحق لهؤلاء التلاميذ، فالحمد لله النتائج تبشر بالخير، ولازلنا ننتظر يعني ان تكون هناك نتائج افضل. هضرتوا على الوزاره، واش كاين شي يعني تفاعل من طرف وزاره التعليم مع الاطفال اللي تعانيوا من هذا النوع تاع الاعاقه؟ على مستوى الاستجابه للمطالب ديالكم والاستجابه اللي يعني، وانتم فاش ترافعوا على القضيه واش تلقاو شي تفاعل من طرف الوزاره؟ طبعا هذه النتائج اللي حققناها الان هي نتيجه ترافع يعني ونتيجه يعني وقفات احتجاجيه وتواصل مع الوزاره يعني جميع، ولا وزاره التضامن ولا وزاره التربيه الوطنيه ولا وزاره الصحه، على اعتبار انهم شركاء يعني فاعلين كلهم عندهم علاقه بالاعاقه وباضطرابات التعلم. فالحمد لله الان ولينا كنلقاو بعض، تقول بعض ابواب مفتوحه وكاين استجابه، الوزاره كتعمل جاده من اجل يعني تحقيق المطالب ديالنا ومن اجل يعني جعل هؤلاء الاطفال يتمتعون بحقوقهم. هناك تحسن كبير ولكن المطالب لا زالت مفتوحه والنضال لا زال مفتوحا. نختم بالاحصائيات، شحال تقريبا تاع الاطفال اللي يعانيوا من هذا النوع تاع الاعاقه تاع صعوبه التعلم على المستوى الوطني؟ لا قلت لك احصائيات او رقم محدد لن اكون صادقه، لماذا؟ لان هذه الاعاقه لا زال اولا الاباء او الاسر يخفونها اولا، يعني لا يعترفون بان ابنائهم لديهم معاناه او يعانون من اضطرابات التعلم. في المغرب رغم يعني واخا نقول لك اي احصاء او اي رقم فلن يكون مضبوطا، هناك احصائيات على مستوى الوزاره، هناك ارقام تقريبيه فقط، ولكن يعني الاحصائيات المضبوطه فاشك ان تكون واضحه.